جواب هو من الكتاب المقدس، أنه يجب أن نطيع الله، يجب أن نطيع المسؤولين وأهل السلطة. هاي أولا. والسلطة، سلطة الكنيسة هي سلطة من المسيح وليس سلطة أرضية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه احنا اللي علينا كمسيحيين في مصر عملنا او قدمنا اوراقنا الى المسؤولين واعتصمنا بسلام وقلنا للمسؤولين هناك انه يا اخوان نحن مظلومين، رجاء اعطونا، حتى لا تعطونا حقوقنا بس لا تقتلونا بالظلم. فالرسالة وصلت، اما الاستمرار فيها ما اعتقد بها جدوى، وخاصة الباب شنودة قال انه كافي، مفروض ان نطيع الباب شنودة لانه الكلام اللي ديجي منه هو مطابق 100% من الكتاب المقدس، لانه احنا شعب سلام وليس شعب سياسة. وبما انه المسيح يريدنا ان نكون متواضعين ومسالمين، ذاتس ات، مثل ما قال الرسول بولس انه انا اريد ان ترفع قضيتي الى قيصر، ذاتس ات، بعد ماكو داعي للاعتصام واللف والدوران، ذاتس ات، هو سلم امره. فاحنا ايضا سلمنا امرنا للرب ورحنا وقفنا هناك والعالم شافونا بالفضائيات، بالراديوات، بالانترنت، في كل الاماكن. اتس انف، اتس انف. والحقيقه يعني برضه ده بيفكرني بالاخ علوي في تعليقه امبارح لما كان بيقول احنا شفنا في مصر والتاريخ بيشهد على كم صنع الرب معانا في نتيجه الصلاه والصوم. يعني جبل المقدم دي حقيقه موجوده في مصر، جبل انتزع من مكانه وراح لمكان اخر ولغايه دلوقتي الاثار موجوده في الارض نتيجه ان الشعب صام وصلى ثلاث ايام علشان برضو كان هناك يعني مجادلات بين المسيحيين وثانيا وبين المسلمين. ثانيا يعني مثلا المجلس العسكري او المسؤولين الان راح نشوف انه اذا طبعا المعتصمين انه يرجعون ويسمعون ويطيعون اوامر الكنيسه، انه الان اذا رجعوا راح تبين انه نوايا المجلس العسكري، هل فعلا راح مثلا الان يعني يهتمون بالاقباط؟ اذا يهتمون خير على خير، انه الرب لمس قلوب المسؤولين، واذا لم يهتموا ستيل لا زال اكو عنده فرصه اخرى للصلاه والصوم. أمين. ونصلي من اجلهم والرب ايضا راح يعني يلمسهم، واذا ما صارت الرب هو اللي راح يدافع. احنا اهم شيء انه ما ناخذ حقوقنا بيدينا، لانه نحن عندنا واحد اقوى من كل العالم الذي هو الرب يسوع المسيح. امين امين. مجد اسم الرب. سابونا تفضل. عايز تعليق صغير برضه عشان الوقت. تفضل. لا خد راحتك. بقول لاخواتي واولادي اللي هم معتصمين، اعطوا للرب ان يتدخل. نعم. اعطوه ان يظهر بمجده. ونقول له عظم، نقول بعد كده عظم الصنيع معنا فصرنا فرحين. طب يعظم الصنيع معنا ازاي واحنا عمالين بايدينا عمالين؟ دي واحده. نمره اتنين، الكتاب صريح في روميا 13 بيقول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لانه ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله. ادي واحد. نمره اتنين، في العبرانيين بيقول لا أحد يأخذ هذه الكرامة إلا المدعو من الله كهارون. طب المدعو من الله ده بيكلم بوجهة نظره ولا بيدعو لوصية الله والخضوع لله من خلال سماع الكلمة؟ لأنه تؤخذ الشريعة من فم إيه؟ الكاهن. يقول كده تؤخذ الشريعة، يعني يؤخذ الرأي من فم الكاهن، لأنه هو اتحط عليه اليد والروح القدس اتحطت عليه لكي يقود الكنيسة أو المجموعة اللي هو مسؤول عنها، ويبد أن نخضع لله فيه. بعدين يعني واضحة، تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنها مرتبة من الله. يعني النقطة الأولى
أنه السلاطين إذا مثلا السلاطين هم غير مؤمنين والكتاب يقول نخضعهم، فكيف الآن القادة الروحيين الذين مملوئين من الحكمة؟ أما مع كل احترامي لكل السياسيين والذين يدافعون عن القضية القبطية ولأنه قلبهم يحترق إلى الشعب، لكن ستيل نظرتهم تختلف عن نظرة الآباء الكهنة المسؤولين الروحيين، لأنه ينظرون أبعد، لأنه عندهم حكمة، عندهم خبرات أكثر، العمر أيضا لو لكن أنا أنصلي الرؤية الروحية كمان باسم يعني الرؤية الروحية. صلاتنا أنه ما يصير تفرقة في القرار، وإنما الاثنين يتفهمون والرب يقود الجميع. أمين. حتى ويقود أيضا المجلس العسكري. أمين. حتى يزرع الرب السلام في مصر وترجع مرة ثانية. أمين. 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 أشكرك دكتور باسم على هذا التوضيح. برضو أعزائي المشاهدين يعني هنطلع فاصل دقيقة واحدة، لأن إحنا المخرج عمال يقول الحقيقة إن إحنا تأخرنا على الفاصل. أنا يعني دقيقة واحدة هنستكمل بعدها الحوار عن الفتنة في مصر ولا إلى أين الفتنة في مصر، وهنتكلم برضو ونتحدث عن في الفترة يعني في آخر فترة من فقرات البرنامج عن الفتنة. هناك فتنة في مصر بالحقيقة ولا هناك محاولة لدحض المسيحية على الأراضي المصرية؟ ابقوا معنا. عودة أخرى مرة تانية أعزائي المشاهدين، وتحية جديدة، نجدد معكم اللقاء في حلقة اليوم وهي الخاصة بالفتنة الطائفية في مصر. هل هناك فتنة طائفية أم إسلام أم محاولة لدحض المسيحية على الأراضي المصرية؟ أعزائي المشاهدين يعني الحلقة قاربت على الانتهاء. أنا يعني قبل ما أنسى أنا أود أن أشكر الأسيس مصطفى اللي كان معانا على الخط لمدة حوالي ربع ساعة تقريبا. أخذنا منك أسيس مصطفى من وقتك، وأخذنا يعني بركة كبيرة بمشاركتك لينا وطرحك الجميل اللي طرحته معنا في هذه الحلقة. نشكرك جدا مرة تانية. وقبل ما أرجع لضيوفي في البرنامج اسمحوا لي مرة تانية معلش أخذ الـ 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 الأخ كاب على الهواء مباشرة. اتفضل. نعمة ومحبة وسلام الملك السلام لابونا مخائيل والدكتور باسم والاستاذ مدحت. اهلا بيك. نعمه وسلام ليك. اهلا. معلش هقعد تسمعوني للاخر وبعد كده ممكن نسمع التعليق. نحن نعلم ان الشيطان حاول الدخول لادم وحواء. نعم. ولكن لم يتمكن، فدخل في الحيه وسيطر عليها وسلبها عقلها. ومن العقوبات التي قالها الرب الحقيقة أن مثل المرأة يسحق رأس الحية. نعم. والشيطان اليوم لم يتمكن الدخول لأبناء المسيح، فدخل في جماعة السلفيين والخارجين عن القانون وسيطر عليهم سيطرة كاملة، فعينهم لا ترى الدمار ولا الدماء ولا يسمعون صوت طفل ولا نحيب امرأة. نحن في الداخل والخارج ندور في دائرة فارغة ونطرق رأس الحية الحقيقية، فسحق رأس الحية يتطلب عملا داخل مصر وعملا خارج مصر. ففي داخل مصر على رئيس المجلس العسكري إصدار أمر فورا بالإفراج الطبي الفوري على الرئيس حسني مبارك وزوجته، ويكفي تحديد إقامتهم في شرم الشيخ، وهذا ليرضي رأس الحية لتسحب عملائها من مصر ومن دمار مصر، أو
يقوم المجلس العسكري بالضرب من يد الحديد، ويقوم بالقبض على السلفيين والخارجين عن القانون، ويتم محاكمتهم بأسرع وقت. شباب 25 يناير وشباب مسبيرو، الاتصال والتنسيق مع شباب السعودية للقيام بثورتهم في السعودية ضد الدكتاتورية. اوكي اخ كاب، انا بشكرك جدا على مداخلتك. يعني لو ان انا يعني ما قدرتش اعرف بالظبط يعني ايه علاقه الـ يعني الـ الـ يعني الافراج عن حسني مبارك بالموضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ولكن احنا ما نصدر اوامر من هنا الى مثلا مجلس الكذا. احنا الان فضائيه مسيحيه، هم يعني رسالتنا هي رسالة سلام ومحبة وصلاة من أجل المسؤولين، فwe cannot like نلقي خطابات إلى هذا وهذاك. Thank you أخ كاب. أشكرك أخ كاب، وأخذ الاتصال بعد كذا الأخت منتهى. تفضلي إحنا سمعينك، تفضلي. ألو مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. أطرحت لي الدكتور باسم. أهلا وسهلا. طبعا محتم منه خسورة أخونا باسم. تفضلي. شمك منتهى؟ نعم سمي منتهى دخيوت. يا بشينو بشلام بقاوة خاتي منتهى، تفضلي. داود بسيمة راشا وقلوخ. أخونا باسم أنا ده قبل ختم خباري محتاجي بعربي. أوكي. فطبعا محتم سورة عن حالتي، لأنه أنا كبيرة ينبشت بية حياتي، لأنه إما دكتور كيزا كاميري أقلق عملية خطيرة. مخبيرة خاتيما قبل خبينا مخبيرك. أوكي. إيه فكتبا أنا دمصالي أبونا ميخائيل دمصالي لي إن أعلها بعتخ لقامي، ويعني أقول لي قوته وصبر دم حملا أد حياة دي. أوكي أوكي. أخي لم صلي مصلي وطالق أبونا لو لا بلا مصلي، بس أنا مشكي والي بعربي مرتبك والي، لأنه كذا أنا عربي لكذا المحكوية كبيرة أخونا. فمحكم صرف لأن كذا أنا خصة نضشت مية حياتي، لأنه إما دكتور التيزان كاميري عملية كلش خطرة له. مشكلة أخوانا ميرا خبناثة مو؟ لا بأقلي اتعوق بأقلي. أو أقلق. أوكي أوكي أوكي. سو وده ما حكي بتدم صار أبونا طالق لو أنا ما حق قصدك. هاد ماج أمرت آيت وأبونا هذا طبعا خمين دي يعني مبسوط لي أقول لي حيل وصبر وقوته. أوكي. اللي مكمل حياة دي. نعم نعم. أوكي شكرا خاثي منتهى. ده ديم صار طالق أنا وكبلنا ده تتقروة بهيمانوثا. أوكي. سو أخنواتي وخثواتي خزان عزيزة مختن مصالو أمي تخاطر أثخاث المنتهى بلكي آلها تتقايح بقاوح وتزايرة بث عدانا خاثي منتهى قوم دكثخ وبروك دها بروك وسد لإينخ ومعلي لإيدادخ تلقيل وطلوب أمي دها أنا ديم صالن تخاطر آلها تدمنخلي أقلاثخ وكآبديخ وتدياولخ خيلة وصيب رانوثا وتدمالي لك من روحك قديشة وتدياول لك بوسامة ومخالص لك من تذكر هانا بس كبنت تدأثي الدها جو كل هيمانوثخ بروك البروكاثخ ومشاري همعد بطلابة وإيمة تتعوننا مصلوي. أوكي؟ أمين يا ربي. يلا مور بشمت بابا برونا وروحة قدشة خال آمين. يا الله أنك شكرن وخل براتوخ منتهى يا بابي أي براتوخ خيلة ولا سنقت ألوخ ولا بمياري عليها بساعد عوقانا قاقثة حالة نفسية أو كآبة وإنت مشكلة بقو أقلاح أو أقلاثح وبالتأكيد إنت حكمة كرهان خنانة لك إذا الميلة بس يالا عايد كيرت ميلة أن كرهانة وأن سني قواثة دبراتوخ منتها يالا عايد ثيلة بطلابة طالوخ بقو تواضع يالها قو مكي خوثة ده هو لبركت البركاثح طالوخ ولا شمط إينح
وربما دم امئين حوالي بجرايا لانه ولا بسبارة اللغ تدقافت وزيرتا ولا بسبارة اللغ تدقيحت بقاوح سي يا بابي سي يا مراني شو عم شيحة دها دغدي لدها بركتا البركافح قاموخ بركتا البركافح طالوخ يا روح دا لها يا روح دبابي يا روح دمشيحة يا روح قديشة اي تقوح يا له بركافح قوح بأقلافح قوح بلبح قوح بضمير ديح قوح بخايح قوح بدم دقينح يا لها مشحلة يا لها بروح قديشة مليلة يا لها بروح قديشة مطاهرة يا لها بدم قديشة مبارخة يا لها بقوشم قديشة يا لها ده زورة ومباسملة مليلة من بصخوثك يا لها قوح بلبح يا لها ورشملة قو روح قديشة ونطورة يا لها ومحررة من تذكرها أنا محررة من تذكرها أنا قو خيلة ديل بدم قديشة محررة من تذكرها أنا قو خيلة ديل بشم قديشة محررة يا لها بذكرها أنا لأنه آيت كبتة لأنه بلاته خيلة ولا بطلابة منه بقو تواضع ومكيخوثة أنا تكيلهم قو خيالها وهم يتكلتي لبقو وذهب ألباي من مشاهدين ولم صلوي يا لها كمرجل منه غضع جيبوثة تخاطر تدمع لك شمه وبلاته تدمع عليه شمه تدمع لطاله كشكرنه يا بابي تدمع لطاله كشكرنه يا آلهي تدمع لطاله كشكرنه يا شيفان طاوة وأنا كشكرنه مقدما لأن كذنك بسمته أنا كشكرنه واثقيون لأنه لزيلت مشاكتورته معنويا ديح يا ماري زورة باسملة هلا شلامة هلا روح قديشة كثول شمع بقو سبرت خاي ومبارخ لا اي ويالح ونشواثح ومحررة من كل كرهانة تتبصخة لانه كبت ما بصخاله تدمع لي شمه بقو شم دماراني شو عم شيحة مر امين منتهى امين مر امين منتهى امين 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 مريم بارب قاوة عزيز تقول بالها مشاري بقرايب كثاوة قديشة مصالي كودي منتهى داود بسيمة اخونا بس خاتي كبد محكي منك على شاوقلك ايه قبل ما تدمحكي خاتي خمي قماي كبن منك كودي تتقريت بكثاوة قديشة كودي يوم تدمصاليت وكودي يوم تتبركت وطلبت من الله ودمر الطالع شكرنخ يا بابي لانه قحله قوي لانه كم بسمتي واوزي مالي رخم روح قدشة واوزي شاوق لاختت بيشت يعني بلاتت آلها خدمتي تتبت ببلاسة تنازع اوكي خاثي منتهى اوكي اخونا شكرا ساتة سوسن منه تفضلي شكرا اخوني اخوني باسم شكرا نخل كل من دي طلب من مريا عليا والله اخو صحه وعافيه وانا محقق كل من دي كنا بدك طالب امنيتي اخوني باسم انا ابن بطالي ذاك محكي لي من نوخ قبل خطه سوري يعني بس كم عاجبني ما حكي عن كرتجه من نوخ مش مخات ام سوري مش مخ مش مخ سوسن عزيزي او سوسن اوكي تفضلي سوسن عزيزي سوري أنا تشاكر شنو الاتيالة وكيزن دكاترة كميلية بختي من دي وبالآخر سيلي الأمريكا كماميلي تمخمن دي بسيط يعني وتنفق وكمكالف كبيرة ولتي امتانية زالي الدكاترة نعم. طلبا يعني المريا ومن نوخ المصالوط مني أنا كمصلي الحمد لله وشكر بس طلبا المريا كذا لك أنا كذا لازم مرجع لي كذا يعني بس كمان داو أقرب مني يعني صراحة شكرا نوخ يوكي. أولا خاثي سوسن أنا شكرا لك المخابرتك ولزدت يعني همن بيش لخ تشاسر شن حن هما يلثوا على برونا بقوعة القديم ومصليلة بدموع وآلها كمية ولا بس أنا بدم صالن طالق أنه آلها تتباثخ لرحم ديغ وتدياول لخ بيرا وبيرا طاوة وآلها تتقايح بقاوخ ومبصخ لبخ ولبت قورخ وبس سبور على هذه الباثخ للطرق طالق بس لم شكت بوش بسبارة وبوقتح ألاها بتباثخ له وبمبصخ له وبيقول له يا الكبيرة وكل تتاوي يا المبرخة بس مور طالع يا ماري أنا وانت كلت بقاو مور يا ماري أنا وانت كنت بقاو يا إيشو آيت وانت كلت بقاو قلوه بس يا إيشو أنا وانت كلت قلوه بس مخلي لي على بدمه
مخلي لي اياه على هالدمخ. وانا شكرا لك لانه كمكثوت الشمي بصفره خاي. انا شكرا لك كمكثوت الشمي بصفره خاي. مليلي من روحه قديش يا الا. مليلي من روحه قديش يا الا. وهل شلامه يا بابي. هل شلامه يا بابي. وهل هل خيله تطالن افصليوه. هل خيله تطالن افصليوه. وكمرجن من نخت ما بصخت اللي بي بياله. مرجين من نقطة ما بصختي بيالا. آمين. تقول بالها وآلها أوزي لمبارخ لك بس لازم سبرت ولم شكت ولا زدت. آمين. بس بلا زحمة عزيزي أنا حاليا دقتي 8 وما فخاتي ولا مثل 14 سنة عمره مثل مرض السكري كبن مصالوت طالع حبيبي. أوكي عزيزتي. مصالوت ميت بابي ميت بابي جزيل إحلي انقصة بابي ولا قهيرة كبيرة اللحل. آلام حاسيلة. وقالها ياول السولاي طالخ وتبابخ وتكون نشواثخ مريم بارخ لي وإن شاء الله قالها تد باريلو خون خابط لاثي واشتي بما كله خون وداريلا من رحمة ديح مثلاً جدتي مخيالة جيزيلح خيالة ولا حالتي سوري مش ما يتبل زحمة يس أخواني ناسم عزيزي سوري مش اللي منوخ إيتم خيالة ولا قلبتها جاية سيارة بعراق ولا حالتها خطرة كبيرة شو عواني له خوش ناشي الكبيرة بس قبل مصالتني للباسم أوكي شد مصالتها يا الله شكرك لخ البرات وخصوصاً شكرك لخ يا الله الأفرصة يا الله لك إذا مش مدقوية لدي لقلبت السيارة بقاوة قو بغداد بط يا ماري يا الله أو برونو خيلة وساعة ربما خطر إلى ساعة عقانة يا الله أنا كمصال انتهزي بيما مستشفى ديلة قما يا آيت زال وزيرته وآيت قيحت بقاوح من خلال دكاترة التامة ومن خلال المستشفيات ومن خلال أجهزة يا مريا آيت انطورة ومبرط لبسلام من دي مستشفى تدائر البابح يمح وانطور يا ألهم خالص له من دي سعد عقانة كشكرنخ الأغيالة وكشكرنخ الأثخاثن دي لبطلاب صلوثة طلي يا ألا آيت مبارك قوي ومبارك قوي كل أندي لسني قدها بكم مستشفيات مراحم لي ومخالص لي من كرهني طلب منكم صالا قو شم دبرون قديش أماراني شعم شيحة آمين مر آمين أمي آمين آمين, آمين. آمين. شكرا لك وشكرا على اتصالك وشكرا للأخ اللي تبرع دلوقتي $100 نشكرك جدا على عطاياك والرب يبارك فيك ويبارك في حياتك ويبارك في عطاياك أكثر وأكثر نشكرك على محبتك ونشكر كل الإخوة اللي تبرعوا من أجل الفضائية الأرمية وتسابونا دكتور باسم الحقيقة البرنامج خلاص الوقت انتهى تقريبا لكن أنا محتاج أسمع بس كلمة أخيرة من قدسك يعني مشاهدينا الكرام اللي بيشاهدونا عن الفتنة وعن يعني إزاي نديهم كلمة رجاء وكلمة تعزية عن إحساسنا بالظلم أو الاضطهاد في مصر في هذه الأيام أول حاجة عايز ألخص كل موضوع النهاردة في هل هي فتنة أم هل هي إقصاء للمسيحية في مصر هما الاثنين في خطة موجودة ومش عايز أخش في السياسة في خطة موجودة للضغط على المسيحية في العالم وتعرفين فلوس البترول وفلوس مش عارف إيه إلى آخره إلى آخره بتتحرك كتير وبالتالي من ضمن أدوات الضغط على المسيحية وهم مش قادرين يفهموا إنه قوة المسيحية في قوة إله المسيحي المسيحيين ما همش أقوياء من غير المسيح هم مش قادرين يفهموا دي فبيحاولوا إنهم يضغطوا على أو ينفوا المسيحية خارج مصر مش هيقدروا ياريت يفهموا يسمعوني في هذا الكلام كل المطلوب منكم تسقطوا هذه المؤامرات نصلي لكم من أجل تتعرفوا على يعني إيه محبة ويعني إيه وطنية أيضا ويعني إيه وحدة الوطن وتراب الوطن لازم تفهموا دي يبقى إذن هي حاجة من الاثنين لا ده هما الاثنين يبقى في مؤامرة ضد المسيحية ومن ضمن أدواتها الفتنة الطائفية الحاجة الأخيرة بقى اللي عايز أقولها يسمعوني يا أحبائي وهذا كلام الإنجيل الذي ما فيش حرف منه سوف يسقط
ولا نقطة منه سوف تلغى. بيقول مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي من أول المسيحية، مرارا كثيرين كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرين كثيرة قتلوني منذ شبابي، منذ شباب المسيحية، ونحن في قتال مع الشيطان اللي هو بيحارب المسيح فينا، أو عارف يعني إيه قوة المسيحية. فنقولها تاني، مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرين كثيرة قتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي، لم يقدروا علي. أمين. الرب صديقه هو حسبه من الكلمات دي يا أحبائي اللي بتحاربوا المسيحية، يقطع أعناق الخطى. بلاش تقع في الخطية دي، لأن في سيف الرب، مش سيف المسيحيين ولا سيف الأديرة، ولكن سيف الرب سوف ينزل. وأنا أرجو من الله أنه يرفع غضبه عن كل من يرفع يده على المسيح وعلى أمين. كنيسته. أمين. الرب يكون معكم كلكم، ويشيل مننا روح الفتنة دي، وروح الغضب، وروح الكراهية، ونحب بعضنا بعضا، ونحب وطننا، ونكون إخوة في الوطن وإخوة في المحبة، وله كل مجد في حياتنا وحياتكم إلى الأبد. أمين. أمين. أشكرك سيبونا. دكتور باسم أمين. عندك تعليق أخير؟ تعليق أخير أنه إحنا شعارنا هو الصليب، والرب يسوع المسيح قال من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يستاهل أن يكون تلميذ لي. أوكي. لكن أيضا قال أنه الكتاب يقول لا تخافوا لأن الذي معنا هو أقوى من الذي علينا. وأيضا الأخير شيء أنه يقول في العالم سيكون لنا ضيق، ولكن المسيح قال ثقوا بأني قد غلبت العالم. إذن أنا آخر كلام أريد أقوله أنه يجب أن نتواضع، يجب أن نكسر كبريانا، يجب أن نتوب، يجب أن نتوحد، أن نصوم ونصلي، نحب أعدائنا ونصلي من أجلهم كلهم، ونصلي من أجل المجلس العسكري، ومن أجل كل السلفيين وكل المصريين وكل المسلمين في الشرق الأوسط، حتى يشوفوا نور المسيح فينا ويقبلوا المسيح كرب ومخلص. وهذا هو الحل الوحيد، الحل الوحيد هو المسيح والتواضع والانكسار أمامه. أمين. أشكرك دكتور باسم، والحقيقة كانت يعني الحلقة كان فيها برضو بعض الحاجات الجميلة. أنا بشكر كل ضيوفنا اللي اتصلوا بينا على التليفون، وبس قبل ما انهي البرنامج الحقيقة أنا محتاج أتسابونا يصلينا لهؤلاء الأشخاص اللي طلبوا الصلاة، الأخت سهام من أجل مرض، والأخ كوركيس صلاة عامة من أجل العائلة، والأخ بشير من أجل الشفاء، والأخت جيهان وكرولس وماركو وناردين وجيسيكا وبنت الرب وأم يوسف في عملية جراحية أتسابونا، ومن أجل الأخت مريم في آلام شديدة في الحمل والرب يكون معاها، الأخ جميل التعزية من أجل وفاة بنته، والأخ نصري من أجل عملية في رأسه وصلاة من أجل العائلة. نضع هذه كلها تحت إيدك أتسابونا، وصلينا صلاة عشان نختم بها البرنامج. قبل ما نختم البرنامج تفضل أتسابونا. ربي وإلهي أبو الكل، إله القدرة، إله الحب، إله الرأفة، إله الرحمة، احنا منقوشين على كفك يا رب، معناه ان احنا باستمرار تحت عينك. في أولاد كثيرين الآن محتاجين لتعزية، أولادهم أو إخواتهم راحوا للسماء، انتقلوا وتزكوا، ولكن الارتباط الجسدي مؤلم جدا يا رب، وكثير مننا جربنا ده. ابنك اللي بنته انتقلت للسماء، قد إيه يا ربي أنت بتبص له بكل التعزية، روح التعزية بعتها له، روح القدس يا رب يمسح دمعته ويمسح قلبه أيضا. كتير مننا متعذبين من آلام، بالذات فقدان الغاليين. كثيرة هي أحزان الصديقين، لكن من جميعها ينجيهم الرب. نجي يا رب من الحزن الرديء، اعطي يا رب روح الرجاء، اعطي يا رب روح التعزية، لمسة الروح القدس. أيضا يا رب يا أولادك وإخواتك وإخواتي اللي عندهم عملية، عندها عملية جراحية،
انت يا رب تعملها بايدك الطاهره المباركه. ايضا اللي عندهم امراض مختلفه، الاسماء كلها قدامك دلوقتي يا ربي، كل اللي عندهم امراض انت قادر، انت اله الشفاء، انت اله اللمس العجيبه من السماء، المس يا رب كل واحد في عنده مرض، المتالمين والمحتاجين الى احتياجات خاصه، مش بس الام جسديه والام نفسيه وخطايا روحية. انقذنا يا ربي من كل هذه، اشفينا كلنا يا ربي من أمراضنا النفسية والجسدية والروحية أيضا. دع يدك يا رب على كل واحد وكل واحدة من هذه الأسماء الموجودة أمامك، ليست أمامي أنا فقط، اعطيهم يا ربي بركة فوق بركة ونعمة فوق نعمة. اعطي يا رب كل عيلة أن تكون متحدة معك في أعضاء كأعضاء حقيقيين فيك، وكل أسرة يا ربي تكون ذبيحة، تقدم مذبح، قصدي مذبح، لكي تكون أنت يا ربي الذبيح الحقيقي، ذبيحة الصلاة نقدمها إليك، وترسل لنا يا ربي النعمة والبركة والشفاء والتحرر من كل خطية والمجد يا ربي في حياتنا، حياة مصر، حياة كل مسيحي وأيضا كل مسلم، والتهز يا ربي عروش القلوب يا ربي لكي تتعلم كيف تعرف من هو الإله الحقيقي. أيضا نحن كمان يا رب المتألمين، اعطينا يا رب تعزية، اعطينا قوة في القوة، اعطينا شدة يا رب، قوة وشدة لكي نواجه الشيطان الموجود الآن ويحارب أولادك ويقتل منهم، ولكنهم لا يقتلون، ولكنهم يرتفعون ويتزكون ويتمجدون. ونتعز بهذه الكلمة لكل مجد وكرامة في كنيسته وفي كل بيت وفي كل مكان وفي كل وطن، يتمجد اسمك يا رب وتتواجد وتظهر بقوتك وبمجدك في كل مكان، ويعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك والمسيح يسوع الذي أرسلته. لإلهنا كل مجد، جعلنا مستحقين ببركة القديسين وأولهم القديسة الطاهرة مريم أن نرفع إليك قلوبنا بكل الشكر وبكل التبني، رافعين القلب والعين إليك يا ربي، منتظرين استجابة الصلاة، قائلين بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا يا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد شركة وموهبة الروح القدس تكن معنا جميعا. أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم ومعنا. أمين. معك أتسبونا. أنا بشكر كل الأعزاء المشاهدين اللي اتصلوا في البرنامج، اللي دفعوا يعني تعضيداتهم للفضائية الأرامية. بشكر الأخ علوي والأخت جورجيت والأخت بلقيس والأخت أمل محمد، وكمان بشكر الأخت منتهى والأخ جوزيف والأخت سوسن، وأشكر أيضا الأخ كوبريال اللي اتصل، وأيضا كل جميع والأخ كاب وكل اللي اتصلوا. الحقيقة يعني بدون أن احنا يعني نرجو أن احنا لا ننسى أي حد، والحقيقة كانت الحلقة جميلة جدا. كان الأخ علو كان بيقول من أجمل الكلمات اللي اتقالت في الحلقة: إن الله يسمع وإن الله سامع وإن الله بيسمح إن إبليس يعمل في الأشرار علشان يتمجد هو. أمين. في النهاية أتسابونا كان بيقول إن هناك طريق التوبة والوحدانية وتغيير الفكر والاتحاد المسيحي هما سبيلنا إلى محاربة ما يحدث الآن في مصر. الأخت جورجيت برضو أكدت أن هناك فتنة وأن هناك محاولة إسلامية لدحض المسيحية في أرض مصر. كمان الدكتور باسم كان بيقول إن إحنا لابد أن نتواضع وإن إحنا نتحد وإن إحنا نحب أعدائنا ونصلي من أجل السلفيين ومن أجل الجيش ومن أجل كل الأعداء، لأن المسيح هو الحل. أيضا الأسيس مصطفى قال إن الحرب هذه هي حرب ضد المسيح شخصيا وليس يعني ضد أي حد آخر، فالشيطان بيستخدم أعوانه لضرب أبناء المسيح. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية برنامجنا. كنا اليوم نناقش الفتنة في مصر، وانتهت وقت البرنامج وانتهت حلقتنا. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي في برنامج أتس أبونا ميخائيل عبد الملك والدكتور باسم جوريال والأسيس مصطفى عيد وكل جميع الذين اتصلوا والذين ساهموا بعطيهم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ولأن نلتقي في برنامج آخر لكم منا أجمل المنى. شكرا.